السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. ميعادنا النهاردة مع محاضرة مهمة جدا، Emulation Mastery GNS 3 1.4.0 Plus GNS Pre-VM. احنا كنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ VMware Workstation 11، اتعلمنا ازاي نسطبه، اتعلمنا الـ Network Configuration جوه الـ VMware Workstation 11. بإذن الله تعالى بقى ايه هنتعلم الـ GNS 3 1.4.0 Plus GNS 3 VM. مبدئيا كده ايه عايزين نوضح شوية حاجات في الكورس بتاعنا. في الكورس بتاعنا الجي ان اس 3 بيمثل لنا ايه؟ هو الايميوليتور اللي عن طريقه هنقدر نعمل ايميوليشن للراوترز، نقدر نعمل ايميوليشن للراوترز والسويتشز والسويتشز. طيب ده كلام جميل جدا. الجي ان اس 3 الجي ان اس 3 لحد دلوقتي نزل له بالظبط كده تقدر تقولوا كده ايه تلات اصدارات، بس كل اصدار تحتيه شويه اصدارات. يعني نزل منه جي ان اس 3 او بوينت مثلا 8.x، تمام كده. طيب وبعدين نزل جي ان اس 3 1.1.x 1.2 1.1 1.1. هو مش تلات اصدارات بقى، هو اكتر من اصدار، بس يعني ايه المفترض، يعني هو تقدر تقوله بقى ان هو الـ انا بحب اصنفه كده ان عندي 1.x، تمام كده، وفي عندي 1.3 وفي 0.x وفي 1.4 وفي 1.4.x، تمام. نزل منه اصدارات كتير جدا، بس يعني ايه لو عايزين نصنفهم تفصيليا عندي 0.8.x، عندي 1.1.x، تمام، وعندي الجي ان اس 3 1.x ده بقى نزل من تحته 1.2.x، نزل منه 1.3.x، حيث ان الاكس بقى ده رقم بقى، تمام، وفي 1.4.x، تمام. احنا هنشتغل على النسخه اللي هي 1.4.x، والاكس عندي هنا هتبقى ب 0. هنشتغل على جي ان اس 3 1.0. الجي ان اس 3 0.8، تمام كده، كان بيعمل لك ايميوليشن. هو اولا بس عايزين نتكلم عن فرق ما بين الايميوليشن وما بين السيميوليشن بمنتهى البساطه كده من غير كلام كتير في الحاجتين دول. الباكت تريسر بيمثل لك سيميوليشن سوفت وير. الباكت تريسر بيمثل لك ان انت بيقول لك ايه، انا هعمل لك محاكاه للاي او اس. الاي او اس اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاع السيسكو ديفايسز، اعمل لك محاكاه للاي او اس، بس محاكاه ايه؟ محاكاه لبنيه السوفت وير ذات نفسها، ماليش علاقه بالهاردوير. يعني اوقات كتير جدا وانس ان انت جيت عملت مثلا عندك 3 سويتشز متوصلين بهذه الطريقه، وعملت السبانينج تري بروتوكول بتاعتك، الكونفيجريشن بتاعتك، اوقات انت دلوقتي عملت الكونفيجريشن بتاعتك ايه از السوفت وير، بس اوقات الهارد وير بيكون ليه راي تاني. الباكت تريسر لا يعنيه الهارد وير، هو يعني بس ان انت دخلت شويه اوامر، فهوب شويه الاوامر اكسكيوتد اتنفذت، النتيجه اهي بيوريك الريزلت. فطبعا البيئة العمل في الباكت تريسر هي مثالية بشكل كبير، مثالية زيادة عن اللزوم. مثالية ايه؟ مثالية زيادة عن اللزوم. اما الاميوليشن الجي ان اس 3، جي ان اس 3 بيعمل لك اميوليشن، يعني ايه؟ بيقول لك لا، انا هحاكي لك، هعمل لك محاكاة لطبقة الهاردوير، تمام كده، بالتناسق مع طبقه الاوبريتنج سيستم اللي هي سوفت وير اللي هي الاي او اس، بالتناسق معاها. فانت مجرد ما تيجي تعمل لاب عملي، اوكي، او تيجي تعمل سيناريو، تنفيذك للسيناريو الجي ان اس 3 بيعنيه السوفت وير، الاوامر اللي انت بتدخلها والبروسيسنج بتاعها بالتعاون مع الايه، مع الهاردوير، تمام. يعني بمنتهى البساطه ان اذا كان انت مثلا جبت عملت مثلا توبولوجي، يعني نتورك ديزاين، وعملت عليها عملت الكونفيجريشن بتاعتك مره على الباكت تريسر ومره على الجي ان اس 3، بس على الجي ان اس 3 ظهر لك مشكله معينه، اعرف ان المشكله اللي ظهرت لك على الجي ان اس 3 بنسبه
مثلا 90% هتظهر لك فعلا اكشوالي على الواقع العملي. لو انت جيت طبقت هذا اللاب او هذا هذه التوبولوجي على نفس الاجهزه بنفس الاصدارات اللي انت شغال عليها الجي ان 3 بس على الواقع العملي مش الواقع الافتراضي، هتلاقي نفس المشكله بتحصل معاك او نفس السيناريو او نفس الريزلت بيحصل معاك. الباكيت تريسر يا شباب ده بيئه عمل مثاليه زياده عن اللزوم، تمام. وكذلك الباكيت تريسر مش افكتيف، يعني انت تقدر تتمرن عليه على مثلا 95% من لابات السي سي ان اي، اوكي، لان في حاجات طبعا في الراوتنج ريدندنسي هو مش بيعملها، البي ار ار بي القصه بتاعته والجي ال بي بي ده ما بيعملهاش، تمام. الجي ان اس 3، جي ان اس 3 لا يعمل لك ايه في الراوتنج مثلا، في الراوتنج يعمل لك يعني تقدر تقوله 100% من الفانكشنز بتاعت الراوترز. اصدارات 0.8 يعني او 0.x بقى، تمام كده، كانت بتعمل الاميوليشن للراوترز بس، السويتشز لا. طب ليه؟ الراوترز يا شباب سوفت وير بيست، فالجي ان اس 3 بيعتمد على محاكاه، بيعتمد على خلق بيئه عمل هاردوير بلاتفورم تحت الاي او اس اللي بيشغل الراوتر. الكلام ده كان سهل بالنسبه لهم، تمام كده، اللي هو الهايبر بايزر هنا اسمه الداينامكس، داينامكس اوكي. فهو كان بيخلق لك بيئه العمل الهاردوير الداينامكس، ومن فوقها بيحط الايه الاي او اس. الاي او اس بتاعت الراوترز، الراوترز ده سوفت وير بيست عليه سوبر بروسيسور هو اللي بيهاندل الدنيا بتاعت الراوتر كلها، الدنيا بتاعت الراوتر كلها، تمام. فكان القصه بالنسبه لهم ان هو بقى سهل جدا، انا فقط هعمل سوفت وير بيحاكي السوفت وير بتاع سيسكو بيعمل نفس الفانكشنز بتاعته بنفس بنيه الاوامر، هوب خلاص. ويعني وهعمل هاردوير بلاتفورم، هاردوير بلاتفورم اللي هو الداينامكس يتحط في طبقه الهاردوير حسب الكمبيوتر اركيتكتشر موديل، وبالتالي الموضوع بالنسبه لي هيكون سهل، اقدر احاكي الراوترز. اما السويتشز لا، السويتشز دي ايزك. السويتشنج او السويتشز، السويتشز عباره عن ايه؟ من الاخر كده لو انت فكرت فتحت اي سويتش هتلاقي هي عباره عن بورده، تمام كده، فيها شويه اي سي هات، فيها شويه اي سي هات، تمام. الاي سي هات دي متبرمج عليها سوفت وير بي، سوفت وير بس لو بيز، يعني اكواد برمجيه بس لو بيز، حاجه زي الاسمبلي مثلا، تمام كده. وبالتالي كل اي سي عليه شويه كود، شويه كودز هي بترن الاي سي ده، بترن الايه الاي سي ده. فالجي ان اس عشان يقدر يعمل ايميوليشن ليها ولازم يعرف الكودز الموجوده جوه كل اي سي. ولكن لان سيسكو مش بتعلن، ما اعلنتش عن الكودز اللي بتشغل بيها السويتشز بتاعتها، بل الجي ان اس 3 وقف عاجزا امام هذا، امام الايميوليشن بتاع السويتشنج. الكلام ده كان يعني الكلام ده كان ايه، الجي ان اس 3 0.8 او 0.x. طيب فبالتالي اما كان عندك النسخه دي كنا بنشتغل راوترز تمام جدا، راوتينج تمام جدا، ولكن بنقابل مشكله في السويتشز. طبعا بعض الناس يقولوا لي يا باشمهندس ما احنا كنا بنضيف موديول ال 16 بورت، تمام، للراوتر مثلا راوتر 37 25 ويعمل لي مهام السويتشز، اوكي، بيعمل لك مهام السويتشز بس بيعمل لك حاجه مثلا لحد 40%، يعني بيديك يعني مثلا فانكشنز السويتش السويتشنج لحد 40%. طب الباقي اما هتتدرب ازاي على السي سي ان بي واللابات بتاعتها والسي سي اي واللابات بتاعتها؟ فدي كانت مشكله. طيب في الاصدارات اللي هي بتاعت 1. تمام كده 1.x اللي هي بقى منها 1.2 في برضه 1.1.x 1.1 1.2 1.3 1.4. لا سيسكو نزلت عملت ايه بقى؟ تعالوا بقى نشوف سيسكو راحت قالت لك ايه. بما ان انت يا جي ان اس 3 عامل طبقه الهاردوير عندك وحاطط فوقيها الاي او اس بتاعتي وتقدر تحاكي من عليها الراوترز، تمام، وطبقه الهاردوير دي اللي هي طبقه الهاردوير دي اللي اسمها اللي هي الداينامكس. طيب اوكي، طب كلام جميل، انا هعمل برضو طبقه هاردوير خاصه بيا، تمام كده، طبقه هاردوير خاصه بيا واحط فوقيها الاي او اس. بس الاي او اس يا جي ان اس 3 اللي انت بتعمله ده للايه؟ للراوترز. طب طبقه الاي او اس بتاعتي، طبقه الاي او اس دي هترن السويتشز. فسيسكو عملت الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه راحت خدت نسخه اوبنتو، تمام، طبعا انتوا عارفين النسخ اللينكس دي اوبن سورس، خدت نسخه اوبنتو عدلت عليها تعديلات برمجيه خلتها تقبل ان هي تاكسكيوت، تعمل اكسكيوشن، تمام كده، لملفات الفيرموير، ملفات الفيرموير بتاعت السويتشات، تمام. فبمنتهى البساطه سيسكو راحت خدت نسخه كده
اوبن تو باكس او لينكس باكس او لينكس تمام كده، وعمال قعدت تعمل عليه اعاده صياغه برمجيه بحيث ان انا وانس ان انا اقدر احط عليها الاي او اس الخاص بالسويتشز تقدر تعمل لها رن. طيب سيسكو عملت ده ازاي؟ لحد دلوقتي احنا ما نعرفش، بس سيسكو عملت الموضوع ده لسبب هي عندها يعني هي الاونر هي الفندور، فكان سهل عليها الاكواد البرمجيه اللي بتشغل بيها السويتشز بتاعتها دخلتها في المكنه في مكنه اللينكس دي، وخلت مكنه اللينكس دي تعرف ترن السويتشز دي تمام كده او الفيرمويرز بتاعت السويتشز. فاصبح قصادك بقى ان انت ايه عشان تعمل لاب مكون من راوتر وسويتش، فكنت تعمل الراوتر ده بتخلي الاثنين تقدر تعمله على الجي ان اس 3، بس الجي ان اس 3 يرن الراوتر ده على الايه الداينامكس تمام كده. طيب والسويتش تخلي الجي ان اس 3 يدايركت، كنت بتعمل ايه حاجه زي كده يعني بتخلي جي ان اس 3 يدايركت يعني ايه بتقول له جي ان اس 3 عشان ترن الفيرم وير بتاعه السويتش دي اعمل لها رن على المكنه اللينكس، لان احنا كنا بنعمل ايه يعني احنا بنحط دي على مكنه لينكس على مثلا بي موير وندي لها اي بي واقول له يا جي ان اس 3 اعمل رن السويتش ده، اعمل له رن على المكنه اللينكس اللي الاي بي بتاعها مثلا 192.168.1.10 مثلا على بورت 8000. اوكي هنا لازم نوضح شويه concepts مهمة جدا. الجي ان اس 3 بالنسبة للراوترز، وهنا بتكلم على ال 1.4.0 عشان يرن الراوترز. اوكي قصاده انه يرن الراوتر على ثلاث حاجات. اوكي ايه هي بقى الثلاث حاجات؟ اما على اللوكال سيرفر او اما انه يعمل له رن على الجي ان اس 3 في ام. الجي ان اس 3 في ام دي بقى بتماثل النسخه لينكس اللي سيسكو منزلاها بقى للايميوليشن بتاع السويتشنج تمام. كانت النسخه اللي كانت نزلتها سيسكو ده يا شباب كانت اسمها الاي او يو اللي هي اي او اس يونكس اي او بيسموها كده اي او يو سيرفر. النسخه اللي كانت منزلها سيسكو اللي انا لسه كنت لسه عمال احكي عنها اسمها اي او يو سيرفر تمام، دي كانت بتعمل ايميليشن للسويتشز تمام كده. طيب جي ان اس 3 راحت عملت دمجت ما بين الاي او يو سيرفر تمام كده وحطت جواه. هنا هسال بقى سؤال، كان الاي او يو سيرفر ده يعرف يرن اي اي او اس على الداينامكس؟ لا كان اي او سيرفر ما يقدرش يعمل الكلام ده تمام. راحت جي ان اس 3 راحت عملت ايه بقى بوكس كبير كده اسمه الجي ان اس 3 VM مكنة على اللينكس تمام كده operating system يا شباب. اوكي وراحت قالت ان انا ممكن ارن فوق المكنة دي ال IOU يعني السويتشنج واقدر ارن عليها ال IOS اللي هو بتاع الراوترز اللي هو في الراوترز يعني بمنتهى البساطة دمجت الداينامكس حطت الداينامكس بتاعها جوه الجي ان اس 3 في ام. طب ده قصة الجي ان اس 3 في ام. الموضوع ببساطة فيزيكال كده، تعال نتخيل ان انت عندك سويتش في النتورك بتاعتك مثلا، ده جهاز الكمبيوتر اللي على اليمين ده جهاز الكمبيوتر بتاعك. اوكي طيب انت حاطط عليه ايه؟ انت حاطط عليه الجي ان اس 3. طيب بفرض ان ده الجي ان اس 3 في ام، لا انت ممكن تسطب الجي ان اس 3 في ام ده على ايه؟ ممكن تسطبه على جهاز كمبيوتر مستقل كده تمام، ينزل عليه فيزيكال على طول فوق طبق الهاردوير على طول. فانت بتقول الجي ان اس 3 يا جي ان اس 3 لو انت عايز مثلا الاي بي مثلا بتاع الايه بتاع السيرفر ده مثلا 192.168.1. هنفترض النتورك دي 1.0/24، فالجهاز ده مثلا 0.2 والجهاز بتاعك مثلا 0.1 حلو كده. طيب الداينامكس از لوكال سيرفر، يعني خلي بالكم انا عشان ارن الراوتر ممكن على لوكال سيرفر، يعني ايه؟ اما تسطب الجي ان اس 3 بينزل الداينامكس عندك على الجهاز بتاعك. اوكي فساعتها عشان اقول للجي ان اس 3 لو انا عايز ارن الراوتر ده اشغله يعني على اللوكال، فبقول للجي ان اس 3 الجي ان اس 3 بيعرف كده ان انا هرن الراوتر على ايه 192 على الاي بي اللي هو 192.168.1.1 اللي هو اي بي الجهاز ذات نفسه على بورت 8000. اوكي طيب ده كلام جميل. لو عايز ارن السويتشز اوكي، ف خلي بالكم انا ممكن ارن الراوتر على اللوكال سيرفر او الجي ان اس 3 في ام، ان انا اروح للايه اقول للجي ان اس 3 اعمل رن على الراوتر ده كده لوكال. طب اعمل رن على الراوتر على الجي ان اس 3 في ام اللي هو 192.168.1.2 على بورت 8000. اوكي طب ده كلام جميل. لو عايز اخلي الجي ان اس 3 يرن السويتشز برضو، انا حاطط مثلا نسخه سويتش هنا فيرموير سويتش هنا على الجي ان اس 3 في ام، اقول له روح اعمل له رن على 192.168.1.2
اول سطرين دول دول الراوترز، لكن ده للايه؟ ده للسويتشز. تمام كده؟ ده مفهوم الجي ان اس سي في ام، ان انا بخلي الجي ان اس اس سي محطوط عليه فيرموير، محطوط عليه محطوط فيرموير على الجي ان اس اس 3 في ام، اوكي، وبخلي الجي ان اس اس سي برنامج عندي يرن الفيرمويرز دي، اوكي. طيب ده كلام جميل جدا. في الراوتر ممكن يا اما على اللوكال سيرفر او جي ان اس اس 3 في ام او حاجه اسمها الريموت، الريموت سيرفر. يعني ايه الريموت سيرفر؟ بصوا يا شباب، المفترض احنا عندنا اوكي هنشتغل عن الجي ان اس سي في ام، ده اساسا هيكون محطوط جوه الايه؟ جوه الجهاز ده. يعني انا هسطبه وهحطه على فيم وير، فهيعتبر فيزيكلي، تمام، فيزيكلي هو هيكون فوق الجهاز ده، اوكي. يعني هيكون فوق الجهاز ده معمول، يعني هو هيكون محطوط، انا عم بسطب جي ان اس في ام وير على البي سي ده وهسطب عليه الجي ان اس سي في ام، فهيكون فيزيكلي جواه. طب الريموت معناه ايه؟ الريموت يا بمنتهى البساطه كده، يعني انا فعلا حطيت الجهاز ده فعلا بره، اوكي. يعني تخيلوا على سبيل المثال، انا دلوقتي مثلا عندي في اللابتوب عندي هنا، تمام، لو جيت فتحت الفي ام وير، جيت فتحت الفي ام وير، اها، انا عندي الجي ان اس 3 في ام اهو، وادي الجي ان اس 3 سوفت وير عندي، ده برنامج الجي ان اس 3، وادي الجي ان اس 3 في ام. فانا كده يعتبر الجي ان اس 3 في ام موجود جوه الهوست بتاعي، الجهاز بتاعي. طيب انا ازاي اقدر، انا ازاي مثلا اعمل حته الريموت دي؟ بمنتهى البساطه، ادي سيرفر، انا ممكن على السيرفر ده، السيرفر ده لو فتحت الفي ام وير هلاقي جي ان اس 3 في ام هنا، تمام كده. فانا ممكن الجي ان اس 3 في ام دي هتاخد اي بي جوه الشبكه، تمام كده. فانا ممكن اخلي الجي السوفت وير بتاع الجي ان اس 3 يرن الراوترز على الجي ان اس 3 في ام اللي هنا. هي استفاد من الموضوع ده في ايه؟ هنا هقول لكم حاجه جميله جدا. لو انا عملت رن للراوترز والسويتشز على الجي ان اس 3 في ام هنا الموجود على الجهاز بتاعي، فالمفترض انه هياكل من الرامات والبروسيسور بتاعي ولا لا؟ هتقول لي يا باشمهندس ما هو هياكل من الرامات والبروسيسور، المفروض من الرامات والبروسيسور الموجوده على المكنه اللي انت مخصصها للمكنه. ده كلام جميل، ده كلام جميل، ولكن هو مش المكنه دي اساسا واخده من الرامات والبروسيسور بتاعي، مش واخده من الرامات والبروسيسور بتاعي اللي على اللابتوب عندي. يبقى هنا ترجع لهنا، ترجع للاجابه اللي فعلا المكنه دي لو انا عملت عليها ران راوترز وسويتشز كتير فهي هتاخد من اللابتوب بتاعي. طب لو انا خليت الجي ان اس 3 هنا يرن من الجي ان اس 3 في ام الموجود على السيرفر، الموجود على السيرفر عندي، هنا هتقول لي يا باشمهندس صح، ساعتها هياكل من الرامات والبروسيسور بس مش بتاع اللابتوب بتاعي، لا ده هياكل من الرامات والبروسيسور بتاع الجي ان اس 3 في ام الموجود على الجهاز التاني، اوكي. فهنا خلي بالكم موضوع الريموت ده، موضوع الريموت ده بيفيدك في ان انت لو عايز تعمل لابات سكيل سكيلبل عاليه، عدد الراوترز والسويتشز كتير، فانت ممكن تعمل حاجه اسمها لود بالانس، بقى تعمل مثلا شويه راوترات يعملوا رن على الجي ان اس سي في ام الموجود لوكالي على الجهاز بتاعك. وهنا خلي بالكم بقى، هنا خلي بالكم عشان ما لخبطكش، اوكي، نعدل المفهومين دول. انت دلوقتي عندك اللوكال سيرفر، اوكي، عارفينه، تمام، وعندك حاجه اسمها اللوكال جي ان اس 3 في ام، وعندك حاجه اسمها الريموت جي ان اس 3 في ام. هنا بقى اللوكال دي بقى مفهومه، بقى اللوكال اللي هو الفي ام اللي انا مسطبها عندي، والريموت الجي ان اس 3 في ام اللي انا مسطبها على جهاز اخر. طب السويتشز، السويتشز يا شباب ما يتعمل لهاش رن على اللوكال خالص. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم اللوكال ده عليه الداينامكس بس، يحاكي بس الراوترات بس، لكن تقدر تعملها، تعمل لها رن اما على اللوكال جي ان اس 3 في ام او على الريموت جي ان اس 3 في ام. ده الجانب النظري بتاع الجي ان اس 3، تمام. طيب الكلام ده والله يا جماعه كله هيوضح، الكلام ده كله هيوضح، انتوا ممكن بعض الناس ما تكونش فاهمه الكلام ده بنسبه 100%، طب لو فهمتوا بنسبه 30 40% ده كويس جدا وكافي عندي، لان انتوا هتفهموا ان شاء الله بنسبه 100% اما نبدا نشتغل عملي قصادكم. طيب ده كلام جميل جدا، انا هبدا افتح اسطب الجي ان اس 3 اهو، تمام، فاكتوري تولز جي ان اس 3 اي او اس، لا 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 مش ده، مش ده، مش ده، تولز جي ان اس 3 اهو، خلي بالكم ادي 1.4.0 وادي جي ان اس 3 في ام الخاصه ب 1.4. خلي بالكم ان كل جي ان اس 3 بينزل اصدار بينزل له جي ان اس 3 في ام خاص بيه، تمام كده. طب انت لو نزلت اصدار 1.4.1 وعندك الاصدار بتاع 1.4.0 ممكن ممكن تعمل لها ابديت، ممكن ايه تعمل لها ابديت. طيب انا قبل ما اسطب الجي ان اس سي 1.4.0، اوكي، انا قبل ما اسطبها وانا افترض مثلا
انا قبل ما اسطبها، انا عايزه اظبط الاول الفي ام ايه بتاعت الجي ان اس سي في ام دي. في ام ايه يا جماعه متسطبه جاهزه، كل اللي عليا ان انا هعمل لها كليك كده، ادوس عليها. تمام، اهو بيقول لي ايه name for the new virtual machine جي ان اس سي في ام 2، طبعا لان انا عندي جي ان اس 3 جي ان اس 3 اوكي جي ان اس سي في ام. طب انا برضو عايز اعمل حاجه برضو، يعني عشان برضو ايه نكون واثقين في شغلنا. بصوا يا شباب بقى، انا جي ان اس سي في ام اللي عندي اساسا اللي على السيرفر انا هلغيه، هنعمل واحد من اول وجديد بقى، هنشتغل من الصفر بالظبط. طيب نبدا نخش تاني، او لا انا فاتح كده كده الفولدرز، كل دي فولدرز. طيب نقفل كل ده، نفتح النتورك فاكتوري تولز جي ان اس 3، هفتح تاني اهو اهو، بيقول لي احطها فين في الفولدر بتاع الجي في ام. اوكي اعمل امبورت دلوقتي، اعمل لها امبورت للفولدر بتاع الفي ام. انا بس يا شباب كل اللي هعمله ان انا عايز اظبط المكنه شويه تظبيطات. اوكي ايه بقى التظبيطات يا باشمهندس؟ تعالى اديت فيرتشوال ماشين سيتنجز كده، هي فيها كارتين شبكه صح؟ انا مش عايز، انا عايز كارت واحد بس، فهحذف ده نتورك ادابتر 2 من ريموف هنا كده، حذفته. طيب نتورك ادابتر ده انا عايز اخليه بريدجد، يعني عايز ياخد اي بي من الشبكه عندي. ليه؟ لان في حاله ان انا عايز اعمل لها ابديت، فاقدر بمنتهى السهوله اعمل لها ابديت، هي يعني متوصله على النت كده كده. هتقول لي يا باشمهندس طب ليه ما عملهاش نت؟ طب وليه انت ليه تصعب على نفسك؟ ليه تصعب على نفسك المأمورية؟ وصلها بريدجد على طول، تمام كده؟ فانا عايز اوصلها بريدجد. اوكي انا كده عايز اوصلها بريدجد. طب تمام، الرامة بتاعتها انا افضل الرامة مثلا تخليها 4 96، يعني 4 جيجا. يا جماعة الكورس ده، الكورس بتاع سي سي ان اي، يستحسن يكون الرامات عندك في اللابتوب او الكمبيوتر ما تقلش عن 8 جيجا، وبروسيسور اي 7 ادي، يعني اديني بقول اهو. تمام طيب، واعمل لها مثلا 2 بروسيسور 2 كور. في حاجة تانية عايزة تظبط تقريبا؟ لا. اوكي تمام، حلو قوي كده، انا كده ظبطت المكنه بس كهارد وير. تمام كده، مش هعمل اي حاجه تانية، انا كده عملت الامبورت بتاعت المكنه. هرجع بقى ايه اسطب الجي ان اس 3. تمام كده الجي ان اس 3 اهو 1.4.0 نكست. طبعا شويه نكستات بقى والكلام ده كله. اسطب بقى، اعمل ايه انستول ام بي كاب. اوكي نكست، ادي نكستات على طول. دلوقتي هيعمل داونلود للوار شارك. طيب انا دلوقتي عامل داونلود للواير شارك اهو، تمام. الواير شارك ده هيفيدنا جدا 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 في الشغل بتاعنا، طبعا انتوا شفتوه في المحاضرات اللي فاتت. نكست، تمام فانش. دلوقتي هيعمل السولار وينز ريسبونس ستيم بيور، هيعمل تايم فيور، هيعمل بقى ايه داونلود برضو ليه. دلوقتي عمل داونلود للسولار وينز اهو بيسطبه. هدوس على دي كانسل. يس تمام. دوس نكست، نو نكست، ستارت جي ان اس 3. دلوقتي بقى ايه بدأ يعمل ريست ستارت الجي ان اس 3. ده سيت اب ويزرد اول حاجه كده بتظهر لك. هنروح نكست. نعمل بيقول لك in order to run جي ان اس 3 في ام يو ماست فيرست have VMware or VirtualBox installed in, and the GNS3VM.OVA imported in one of these. احنا فعلا عملنا import GNS3VM.OVA للVMware، فانا هجيب VMware. تمام، هassign لي اهو البروسيسور اللي هو هيعمل له assignment. تمام 4096. تمام، واروح next.
دلوقتي بصوا يا شباب بقى، بصوا and see the magic happens. اهو بدأ يشغل الجي ان اس 3 في ام اوتوماتيك دلوقتي، بيعمل اهو ستارتنج ليه. اكتر حاجه مضايقاني في الراجل اللي بيطلع لسانه ده. طيب اهو تمام. دوس اوكي. لو كده رحنا شيل نتاكد ان هو خد اي بي. اف كونفج، اف كونفج هو فعلا خد اي بي اهو يا شباب. لو انتوا باصين اهو ايثرنت 0 192.168.1.10 اهو. لو جيت عملت مثلا بينج 4 8ات بينج، شغل النم لوك 4 8ات الجوجل يعني، ما هو بينج اهو. اوكي تمام، كلام جميل اهو. دلوقتي بدا اهو يشتغل. طيب انا مبدئيا كده عايزك تعمل سيلكت ديس سيلكت، احنا مش هنضيف اي حاجه من هنا، دوس فينش. طيب هنضيف من هنا بقى. بصوا يا شباب، اول حاجه نعملها التوبولوجي فيو، عايزك تعدلها تخليها 4000 الديفولت ويدث والديفولت هايت 4000. ليه؟ لان المقاسات اللي هو مديها لك، اما اديك مثلا توبولوجي كبيره مش هيجيبها لك كلها جوه البورد، البورد بتاعت الجي ان اس 3 مش هيجيبها لك كلها، فانا عايز اوسعها. تمام. طيب السيرفر، نروح هنا بقى ايه للسيرفر. تمام. طيب لو ملاحظ الهوست بايندينج، الهوست بايندينج 192.168.200 ده الاي بي اللي عليه اللوكال سيرفر، اللوكال سيرفر. طيب الجي ان اس 3 في ام ده، الجي ان اس 3 في ام المكنه دي، لا 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 لا، الجي ان اس 3 في ام المكنه دي اللي عليها، اللي هي تعتبر اللوكال ريمو، اللوكال جي ان اس، اللوكال جي ان اس 3 في ام. وفي هنا الريموت سيرفر، الريموت سيرفر هنا ممكن تحط الاي بي بتاع الريموت سيرفر وتحط البورت اللي تخش بيه وتخش اد. تمام. طب احنا هنبدا، احنا بمنتهى البساطه لحد دلوقتي هو متعرف على اللوكال سيرفر، خلي بالكم كل ده اوتوماتيك، وتعرف على اللوكال جي ان اس 3 في ام. طيب انا عايز اضيف شويه راوترات وسويتشات بقى، هروح على الاي او اس راوترز، حاول نصغر دي شويه اهي. تمام نروح نيو. الراوتر بقى هتحطه على الجي ان اس 3 في ام ولا الريموت ولا اللوكال؟ لا انا عايز احطه على اللوكال. تمام هنشوف مره هنا ومره هنا ومره هنا، ما تقلقوش هوريكم كل حاجه. اوكي طيب نحط هنا الاي او اس بقى، عايز مكان الاي او اس. الاي او اس طبعا الراوتر الاساسي اللي هنشتغل عليه سي 7200. تمام كده. طيب اسمه، طب انا هخليه سي 7200 لوكال، الاصدار بتاع الاي او اس بتاعه 10.4. تمام. طيب نيكست، الديفولت رام خليها 512. تمام السلوتس بقى، السلوتس احط مثلا هنا 2 فاست ايثرنت في سلوت 0، فكريت لي فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وفاست ايثرنت 0 سلاش 1 سلوت 1. هنا بقى برضو 2 فاست ايثرنت، وهنا 2 فاست ايثرنت، وهنا 8 سيريال، حط 8 8 سيريال، او ممكن ماشي خليه 8 8 سيريال، وهحط هنا جيجا ايثرنت. تمام ونروح نكست. الايدل بي سي بايندر ادوس عليه. الايدل بي سي بايندر ايه فايدته؟ فايدته بيحسب افضل قيمه استهلاكيه للراوتر من البروسيسور بتاعك. لو انت ما حسبتوش، لو انت ما عملتلوش كالكوليشن، الراوتر بتاعك ممكن يوصل ان هو ياخد مثلا 30-40% من البروسيسور. فانت حدد الايدل بي سي بتاع الراوتر بتاعك. انا لو ما حددتوش هتلاقي الراوتر بيكونسيوم كميه كبيره جدا من البروسيسور بتاعك، فالايدل بي سي بيقيده، بيشوف افضل الراوتر ده افضل قيمه استهلاكيه ليه للبروسيسور ايه، فبيوفرك في سعه استهلاك الراوترز والسويتشز. فانا هعمل الكلام ده كله، هعمل بقى دوست على ايدل بي سي فايندر. تمام بيقول لي اهو ده طبعا البروسيسور اي دي بتاع، طبعا اي حاجه بتشتغل بترن على بروسيسور بتاخد لها بروسيسور اي دي، البروسيسور اي دي اللي هو هياخده من البروسيسور. اي حاجه بترن على البروسيسور بتحجز لها مكان جوه البروسيسور، والمكان ده بيكون ليه تيكت نمبر، تيكت نمبر اللي هو البروسيسور اي دي. تمام ده البروسيسور اي دي بتاعه. اوكي نيكست. انا كده ضبط ايه راوتر على اللوكال سيرفر. طب تيجوا نجرب نضيفه على الجي ان اس 3 في ام، تعالوا نجرب نيو جي ان اس 3 في ام. اوكي نيكست. هنا بقى الاي او اس ايمج ايه، اخليه مثلا سي 7200 برضو. ابلودنج بيرفعه على المكنه اللينكس اهي، بيرفعه على ايه المكنه اللينكس للجي ان اس 3 في ام. نيكست هسميه هنا لا هنا بقى هنسميه لوكال في ام 12.4. تمام نيكست.
نكست او هنضيله برضو نفس الموديولز نفس الانترفيسز. ماشي هنا 8 وهنا يا سيدي جيجا ايثرنت اها نكست. هذا البي سي بايندر اهو تمام فينش. طيب انا كده ضفت على الايه اللوكال والريموت. طيب تعالوا نضيف، عايز اضيف حاجه على الريموت، بس على الريموت انا ايه الريموت بالنسبه لي؟ هو هيكون الجي ان اس سي في ام ده تمام كده. فانا هباور اون الاول الجي ان اس سي في ام ده، هعمله باور اون اللي موجود على اللابتوب عندي. خلي بالكم ان انا عندي اللابتوب والسيرفر موجودين في نفس الشبكه، يعني اللاب تقريبا واخد 192.168.1.100، السيرفر واخد دوت 200. انا فاتحه ريموت ريموت كونكشن السيرفر. بصوا لو انتم ملاحظين انا فاتح السيرفر ريموت ديسكتوب كونكشن تمام. طيب اهو فتح اهو، لو لاحظتوا ده الاي بي اهو بتاعه 192.168.1.7 تو كونفيجر ريموت سيرفر ان جي ان اس 3، ده الاي بي بتاعه تمام كده. هروح للجي ان اس 3 عندي اهو ريموت سيرفر، واديله احط الهوست هنا 1.7. ايه ده؟ اه نم لوك برضه. طيب نم لوك. طيب 1.7 واخش على بورت 8000 واروح اد اها. دلوقتي انا جيت عملت اد اهو واعمل ابلاي، اروح للاي او اس راوتر، عايز اضيف راوتر على الريموت بقى. ريموت اهو خلي بالكو بيقول لي لود بالانس اكروس اول افيلبل ريموت سيرفرز. انا ما عنديش الا ريموت سيرفر واحد بس، لو عندي اكتر من ريموت سيرفر يعمل لود بالانس ما بينهم تمام. اللود بالانس ليه كذا طريقه، اما لود بالانس بالرام يوسج او راوند روبن. راوند روبن يعني اول راوتر هيروح على ريموت سيرفر 1، تاني راوتر هيروح على ريموت سيرفر 2 وهكذا. اللود بالانس ده بيتعمل ما بين الريموت سيرفرز مش الريموت واللوكال جي ان اس سي في ام تمام. طيب انا هرجع تاني اي او اس راوتر نيو ريموت اهو تمام. بصوا يا شباب بصوا اهو عمل اهو كونكت عليه. طيب هبدا اضيف الراوتر بتاعي مثلا احط سي 7200 برضو بيعمل له ابلود اهو. هتلاقي هنا طبعا الابلود اتقل شويه مش سريع قوي لان ده خلاص ده موجود على جهاز تاني موجود في الشبكه. اهو تمام ضافوا. اوكي هسميه هنا هنا بس هنا هسميه ريموت في ام 12.4 اللي هو رقم اصدار الاي او اس تمام. اها هضيف برضو هنا 2 هنا 2 هنا 2 وهنا 8 وهنا جي اي جيجا بت واعمل الاي دي ال بي سي فايندر اها اعمل كومبيوتيشن حسب فعلا الايدل بي سي فينش تمام. انا ضفت بصوا يا شباب بقى ايه عشان ما لكوش حجه بقى، مره ضفت لكم على اللوكال اهو لوكال سيرفر لوكال، ومره ضفت لكم على اللوكال في ام، ومره على ال 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 طبعا اللود بالانس هنا. يعني ممكن اعمل ايديت، ممكن اعمل ايديت اعدل حته اللود بالانس دي ولا ايه؟ ما ينفعش اعدلها من هنا تقريبا. سمبل تمام ايمج تمام نو بروبلم نو بروبلم. بس هنا اللود بالانس يقصد ان انا دلوقتي عملته على الريموت يعني تمام. هو انا ما عنديش الا ريموت واحد بس، ريموت سيرفر واحد بس، فهو هيعمله ران على طول على الريموت سيرفر الثاني. طيب انا دلوقتي عايز اضيف الاي او يو سويتش او اللي هو سيسكو سويتشز تمام. الاول هروح على اي او اس يونكس اضيف اللايسنس بتاعتي تمام. لازم عشان تشغله تحط اللايسنس. اوكي اللايسنس بتاعت الاي او يو انا حاططها هنا تقريبا اهو الاي او يو ار سي هو ده. وبعدين اروح للاي او يو ديفايس اعمل نيو. طبعا بصوا يا شباب ما ينفعش على اللوكال، يا لوكال جي ان اس 3 في ام يا ريموت تمام. فانا هعمله على مثلا الجي ان اس 3 في ام، هسمي ده مثلا سويتش 1 او سويتش لوكال
لوكال اوكي 15.1 اوكي. طيب لوكال في ام، لوكال في ام روح براوز مكان الاي او يو، مكان الاي او يو تولز اي او يو اهو 15.1 اهو تمام. ده بين دي طبعا كل دي ايمجز اي او يو، ممكن اعمل ايمجز اي او يو لاير 2 اللي هي سويتشز يعني، ممكن لاير 3 لاير راوترز. خلي بالكوا لاير 2 دي مالتي لاير، دي مالتي لاير اللي انا هضيفها دي مالتي لاير، بس هو يقصد اللي هي سويتشات يعني. خليها كده 15.1 بي اوكي. طيب انا دلوقتي ضفته اها، دلوقتي اتحط على في ام اللوكال في ام. طب انا عايز احط واحد على الريموت، من الريموت اهو اشيل اللود بالانس دي بقى، تقدر تختار بقى، انا ما عنديش الا واحد بس اوريدي. فنروح هنا والنيم هيكون برضو سويتش الريموت في ام بي تمام. و هي طبعا مرفوع عليها النسخه، خلي بالكم طالما انا ما قاليش براوز تمام كده، انا ممكن اعمل نيو ايمج، بس طالما ما جابليش دي جابلي اكزيستنج ونيو، يبقى انا المكنه اللي عندي على الاكس بي اللي عندي انا اسف على اللابتوب هي موجود عليها اوريدي مكنه مرفوعه او فيرموير مرفوعه. فانا ادوس فينش وادوس ابلاي وادوس اوكي. مبروك كده يعتبر عملنا اهو. بصوا يا شباب انا بقى هشغل ده مثلا، هعمل له دراج اند دروب كده، واللوكال في ام ده هعمل له دراج اند دروب، والريموت ده هعمل له دراج اند دروب تمام. والسويتشز اهي بصوا، هعمل برضو السويتش ده لوكال في ام شغال على اللوكال في ام عندي، وده الريموت اللي شغال على الريموت. حلو. طيب تعال على ده، اعمل كده بالماوس كده. بصوا يا شباب بيقول لك ايه راوتر في السطر، هقول لكم السطر رقم كام. اطلع كده يعني خليك من فوق وانزل تحت كده، السطر رقم 7 راوترز سيرفر رانز اون 192.168.1.200. ده اي بي ايه؟ اي بي السيرفر بتاعي، عشان ده لوكال سيرفر ران، ده انا الراوتر ده انا عملته ران على اللوكال سيرفر تمام كده. طب ده كلام جميل. الراوتر الثاني بيقول لي ايه راوتر سيرفر رانز اون 192.168.1.10 اللي هو ايه اي بي اللوكال جي ان اس 3 في ام بتاعي. طب الراوتر ده الراوتر الثلاثه يقول لي ايه، هنا مش هيظهر. طيب خلينا كده، الراوتر الثلاثه يقول لي ايه بيران على 1.7 اللي هو مين الريموت جي ان اس 3 في ام الموجود على اللابتوب عندي. السويتش ده اهو بيران على 192.168.1.10 اللوكال جي ان اس 3 في ام. طب ده بيران على، طب نطلعه فوق شويه عشان يظهر لكم في مساحه الفيو اهو، على 192.168.1.7 اللي هو الريموت جي ان اس 3 في ام. طب انا عايز اعمل ران. بصوا يا شباب انا لو عايز اعمل ران اوكي، يعني مثلا تعالوا بقى ايه نشيل كل دول ونعمل توبولوجي بقى تمام. نوسع ده شويه كده، هنقفل هنلغي كل دول، وانا عايز اعمل مثلا توبولوجي، عايز اعمل تصميم نتورك صغير كده يعني. ده خلي بالكم هنبدا من المره الجايه نشتغل بقى في اللابات العملي بقى. انا عايز هقول لك مثلا هات لي راوتر كده وهات لي سويتش تمام، مثلا اوصل ما بينهم ازاي الكيبلينج، ادوس عليه اوصل، ادوس على السويتش اوصل لفاست ايثرنت مثلا 0 سلاش 0 هنا تمام اهو، واعمل وعايز مثلا احط جهاز كمبيوتر. بصوا بقى مش احنا خدنا الجي الفيم وير، فانا مثلا هوصل بي سي داش 1 ده بي ام نت 1 متوصل على في ام نت 1 تمام. فانا هعمل هوست، احط الهوست هنا. طيب عايز اوصل الهوست ده بالسويتش، ما ينفعش اوصل مباشره، انا عايز اوصل من في ام نت 1 لان بي سي داش 1 ده في ام نت 1 ما ينفعش اوصل مباشره. طب اوصل ازاي؟ ما ينفعش اوصل من اي نود او اي في ام نت على اي جهاز مرفوع على جي ان اس 3 في ام او الريموت جي ان اس 3 في ام، ما ينفعش اوصل مباشره يعني سواء سويتش او راوتر تمام كده. فانا اوصل ازاي بقى؟ اهو اجيب من القايمه دي اهو ايثرنت سويتش هنا اهو، اجيب هنا ايثرنت سويتش واعمل كانها بريدج ما بينهم يعني، اوصل دي من دي لدي تمام اهو، ومن دي لدي اهو كده انا عملت التوبولوجي بتاعتي. طيب لو انا عايز اشغل راوتر واحد بس او جهازين بس وما اشغلش الباقي، يعني مثلا افرض انا عندي 20 راوتر فانا ممكن عايز اشغل 3 منهم بس، بعمل كده ايه سيلكت كده عليهم كليك يمين ستارت. طب لو عايز اشغل التوبولوجي كلها اطلع بالستارت من فوق، دي الستارت من فوق يشغل لي كله تمام. طيب انا اروح على البي سي داش 1 ده وهشغله
وهشغله وهروح على الراوتر. انا عايز دلوقتي مثلا بي سي داش 1 ده يكونكت على الراوتر، تمام، والراوتر يديله اي بي والراوتر يديله اي بي. فانا مثلا اروح انترفيس بس ايثرنيزيشن 0. الكونفيجريشن دي بقى يا شباب مش عليكم انكم تعرفوها دلوقتي، انا بس بديكم مثال. انا عايز اعمل توبولوجي بسيط على جي ان اس 3 10.0.0.1 255.0 نو شت داون. عايز اعمل دي اتش سي بي سيرفر على الراوتر، اي بي دي اتش سي بي، اي بي دي اتش سي بي بول اسميها لان مثلا، نتورك الاي بي نتورك 10.0.0.0 255.24 ديفولت راوتر 10.0.0.1 الدي ان اس 4 8. اوكي اعمل دو رايت. الدو رايت هنا ما ينفع ما تعملش دو رايت تحت الدي اتش سي بي بول. انا هعمل نو دو رايت لان هو بيفترض الدو رايت هنا يعني انا عايز اسيف الكونفيجريشن. انا ممكن اعمل حاجه اسمها اللي هي الرايت ميموري، تمام، او دو رايت، تمام. فاني واي ما تعملهاش تحت الدي اتش سي بي بول، اعمل اكزيت واكتبها دو رايت اهي، تمام. طيب اوكي انا دلوقتي مثلا عملت البول، عملت الدي اتش سي بي بول، المفروض الجهاز ده ياخد اي بي، ياخد اي بي من الراوتر. فانا اروح هنا اوكي اهو، بصوا بقى دلوقتي بيحاول ياخد اي بي ستاتس. تعالوا كده تعالوا نشوف اهو، خد اي بي يا شباب اهو 10.0.2 خد اي بي من الراوتر. طب لو انا عملت بينج سي ام دي بينج على 10.0.1 من الراوتر، بيبنج على الراوتر اهو. يبقى انا كده عرفتك، انا كده عرفتك ازاي تعمل او تسطب الجي ان اس سي وتعمل له انتجريشن مع الفي ام وير، تمام. فده يعتبر شويه البيزكس الرئيسيه اللي احنا عايزين ناخدها. خلي بالكم بقى ايه، في شويه حاجات بقى عايزين نتكلم فيها. اوكي طيب انا دلوقتي انا هعمل بقى ايه باور اوف لده عشان ما يبطئليش الجهاز على الفاضي، انا بقيتش محتاجه. بصوا يا شباب انا مثلا عملت توبولوجي زي دي، حلو كده، انا عايز اسيفها. اسيفها ازاي؟ انا عملت التسييف على الراوتر. اوكي طيب بمنتهى البساطه هعمل ايه بعدها؟ هعمل ستوب من هنا، ستوب من هنا، وبعدين اعمل سيف بروجكت اهي، سيف بروجكت واسيفه، ادي له اسم مثلا lab-01 سيف، تمام. اروح للمكان وكده اهو جينيسيس سي في ام بروجكتس كونفيجز اهي بروجكتس، هروح لهنا بروجكتس اهو lab-01 اهو متسيف عندي، تمام التمام اهو. طيب ده كلام جميل جدا. خلي بالكم لو انا دخلت هنا اخدش على بروجكت فايلز، خلي بالكم ان انا دلوقتي مثلا لو انا عملت لك لاب اوكي، وانا طبعا في الكورس يعني انا في الكورس عملت لك لاب وانت خدته عندك عشان ايه تشغله عندك. فانا بمنتهى البساطه انت تعمل ايه بقى؟ انت هتروح مثلا انا مثلا ديك اللاب ده بروجكت اهو، هاخده كوبي بفرض ان انت الجهاز بتاعك يوازي عندي مثلا اللابتوب عندي. اوكي ادي بيست، انا عايز اشغل اللاب ده. خلي بالكو ان انا مثلا اديكوا لابات معمول عليها كونفيجريشن، فانت هتكمل شويه حاجات. المهم ان انت تتاكد ان الكونفيجريشن موجوده على الراوترز وموجوده على السويتشز. كون لو انا عملت لك لاب في اجهزه موجوده على اللوكال، يعني الاجهزه دي اساسا انا شغلتها على اللوكال سيرفر مش اللوكال جي ان اس 3 في ام، مش موجوده على اللوكال جي ان اس 3، موجوده على اللوكال، تمام. فهو بيعمل لها ملف اسمه بروجكت فايلز ويحط فيه الكونفيجريشن، وبيحط ايه، وبيحط فيه الكونفيجريشن. المشكله بتكمن في الاجهزه اللي انا عملت لها هوستنج او عملت لها ران على اللوكال جي ان اس 3 في ام او اللوكال جي ان اس 3 في ام او الريموت جي ان اس 3 في ام. تعالوا نشوف يعني مثلا ده لاب معمول في جهاز على اللوكال جي ان اس اللوكال سيرفر اللي هو الراوتر ده، لان هو بيران على مين 192.168.1.200 الراوتر ده، تمام اهو اهو 1.200، لكن ده بيران على الجي ان اس 3 في ام اهو. ديفايسز ران ديفايسز سيرفر رانز اون 192.168.1.10 على بورت 8000. فالقصه ان انت عندك يعني هتشغل اللاب مثلا عندك، المهم انا محتاج مثلا تشوف الكونفيجريشن بتاعت الراوتر دي، هتشوفها لان هو لو لوكال سيرفر بيخزن ملف الكونفيجريشن في البروجكت فايلز اللي انت بتلاقيه جوه ملف البروجكت اهو. لو انا دخلت هتشوفه بس دلوقتي اما يعمل كوبي هنشوف القصه دي كلها.
اها 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 تمام. ادي مثلا بروجكت فايلز اهو، ده الداينامكس ده الخاص بالراوتر. اوكي طيب ده كلام جميل. افرض مثلا او انا مثلا هعمل حاجه كده، انا هلغي ده خالص، هلغي ده خالص، انا هعمل انا ما عملتش كونفيجريشن على السويتش، انا عايز اعمل كونفيجريشن على السويتش وسيف. اوكي يعني انا هعمل هفتح السويتش ده اهو، عايز اعمل كونفيجريشن عليه، اغير اسمه مثلا، اغير اسمه تمام كده، واهو كونف تي هوست نيم مثلا سويتش. اوكي طب ده كلام جميل. وهعمل ستوب وهعمل سيف سيف. طب ده كلام جميل. اروح لمكانه جينيسيس 3 بروجيكتس اهو، هاخد ده تاني كوبي حطه عندي هنا برضو. طيب انا كبيرته اهو، اقوم اعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا هفتحه كليكتين كده اوبن. اهو تمام، دوس هنا اوكي تمام. طيب ده كلام جميل. هعمل خلي بالكم هنا الراوتر مثلا بيقول لك ان الراوتر هنا بيرن على 1.100، على السيرفر كان 1.200. طب هنا السويتش بيقول لك ايه اللي هو بيرن على 1.7، عمل نقل تحويل او عمل تحويله للاي بي بتاع اللوكال سيرفر بالنسبه للراوتر على اللابتوب عندي، الاي بي اللابتوب عندي، والاي او يو بالنسبه للاي بي بتاع اللوكال جينيسيس 3 في ام عندي، فالجينيسيس 3 سمارت انف اللي هو يعرف الحته دي. مثلا اروح هنا مثلا للراوتر، افتح كده الراوتر اها المفترض هلاقي الراوتر عندي الكونفيجريشن بتاعته متسيفه، لكن السويتش المفترض لا. تمام. هعمل مثلا شو رن سيكشن اي بي دي اتش سي بي بول لين. اهو دي الكونفيجريشن اللي انا فعلا كنت عاملها على الدي اتش سي بي تمام، متسيفه يعني الراوتر عندي متسيف. طب تعالوا على السويتش، لو السويتش الكونفيجريشن بتاعته متسيفه الاقي الاسم بتاعه سويتش اهو. هتقول لي الله يا باشمهندس هو انت مش قلت لي الكونفيجريشن بتاعت السويتش مش هتكون متسيفه؟ اقول لك اه هي فعلا ما اتسيفتش. هتقول لي ما انت كنت مغيره من اي او يو لسويتش، وادي سويتش موجوده اهي. هقول لك لا انت اما نقلت السويتش تمام كده اشتغل على الاعدادات الديفولت، واعدادات الديفولت بالنسبه له هو الهوست نيم سويتش تمام. عشان نتاكد لو انا كده عملت شو رن، فين امر الهوست نيم؟ هتقول لي ما هو امر الهوست نيم اهو سويتش، اهو امر الهوست نيم هنا اهو سويتش. اقول لك لا مش ده الامر اللي انا دخلته، انا مش ده الامر اللي انا دخلته تمام. طب عشان نتاكد انا برضو هعمل هنا اهو ستوب، وهعمل حاجه بقى في السويتش مش مرتبطه باعدادات ديفولت. لو انا مثلا رحت هنا اوكي، رحت هنا قلت للسويتش كليك يمين على السويتش كده دوست بصوا بقى كومب تي تمام. هوست نيم سيسكو اوكي دو رايت سيف تمام كده. طيب وبعدين اعمل ستوب دو رايت يعني اقول له سيف اوكي، وهعمل ها اوكي تمام. وبعدين اروح للملف هنا اهو، هنقله كمان مره ثانيه وهنقفل ده
خلي بالك الجي ان اس اس ما تيجي تقفله، بعد ما تقفله كلوز واتقفل اتاكد ان هو ما سابش اي بروسيس في الـ في الـ في التاسك مانجر. اتاكد ان هو بصوا يعني هو هنا بصوا ساب بروسيس اهو مع اني قفلته، بس هتلاقي مثلا سايب بروسيس هنا، دي ممكن تعمل لك كومبليكت. تلاقي بروجكت انت مشغله اوكي وقفلته، جيت تشغل بروجكت تاني، بروجكت تاني يعلق معاك او يهنج او يحصل له كوربشن، فانت اتاكد ان هو قفل. تمام انا عندي كده اتاكدت ان هو فعلا قفل، مفيش اي جي ان اس 3 او اي حاجه دايناميك بس مش موجوده. طب تمام اوكي هنقل او هلغي ده، هلغي ده اهو. طيب هعمل هنا عشان يتلغي بقى، نعمل هنا هيدن فايلز وهلغي الفولدر ده. اوكي تمام اهو نلغي بقى ده. تمام بيست اهو، نقل برضو البروجكت عندي. نفتحه. المفترض هلاقي الهوست نيم بتاعت السويتش سيسكو. دلوقتي هيرن الجي ان اس 3 في ام. اها تمام. بيرفكت. نعمل الستارت. تعالوا نشوف السويتش بقى، انا مش غيرته لسيسكو، غيرت الهوست نيم بتاعه لسيسكو وسيفت، سيفت البروجكت. بصوا رجع سويتش تاني اهو. تمام طيب. طيب الحل ايه بقى؟ انا دلوقتي هعمل لك لابات فيها راوترز وسويتشز، لو الراوترز على اللوكال هتتنقل ليك بالكونفيجريشن بتاعتها، لكن لو الراوترز على جي ان اس 3 في ام او سويتشز، السويتشز اساسا ما ينفعش على اللوكال، لازم جي ان اس 3 في ام. هنقل لك الكونفيجريشن ازاي. بصوا يا شباب هنا بقى في الحته الملحوظه دي، انا هرجع هنا، انا هرجع هنا و هعمل هعمل هنا. بصوا يا شباب بقى فايل ده من عندي انا ومن عندك انت، هتعمل نفس الكلام. هعمل امبورت اكسبورت ديفايسز كونفيج. اعمل اكسبورت. ايوه انا عايز اعمل اكسبورت تو ا دايركتوري. تمام وهحطه مثلا في اي، ده هتلاقيه بقى في ملف الفايل بتاعك او ملف الايه الجي ان اس 3 بتاعك. ده مثلا اوكي وهحطه هنا كونفيجز، هسميه اي حاجه كونفيجز. تمام اهو نروح كده الملف كونفيجز. انا حطيته على اللاب اللي هو فين، اللي هو اهو مثلا اهو. بصوا يا شباب هنا حط بقى الكونفيجريشن الاي او يو، وحط فعلا كمان كونفيجريشن الراوتر. تمام كده حط كونفيجريشن الاي او يو كونفيجريشن الراوتر، اسحب اسحبهم دول كوبي كده تمام، وحطهم في ملف اللاب داش 1 اهو، لاب داش 1. او ممكن اعمل ايه بروجكت فايلز كده لو دخلت عليه. اوكي تمام تمام اوكي اهو اسحبهم كده احطهم مثلا في الفولدر ده، اسميه بس ده اسميه كونفيجز. كونفيجز خش كده عليه كنترول في اهو. تمام هروح على ده بقى. خلي بالكم يعني انا في كل لاب هديك معايا الفولدر بتاع الكونفيج، اذا كان لقيت اي اي او يو او اي حاجه موجوده على جي ان سي في ام فتلاقي الملف الكونفيج بتاعها معاها. هتعمل هنا بقى ايه، انا دلوقتي عندي ده يعتبر انت مكانك بقى، هتعمل ايه؟ امبورت اكسبورت. هعمل امبورت، هعمل امبورت فروم ا دايركتوري. تو فين الدايركتوري بتاعي؟ ديسكتوب اهو كونفيج، ودوس سيلكت فولدر اهو. تعالوا بقى على السويتش كده. نعملها بس، نعمل بس باور اون الاول، باور اوف الاول. تمام وناخد الامبورت اكسبورت ده اهو، اكسبورت كونفيج. لا هعمل هنا امبورت كونفيج فروم ا دايركتوري كونفيج، ده الفولدر او ده الدايركتوري. ستارت. مفترض لو انا رحت اهو بصوا يا شباب اهو سيسكو اهو بصوا
فانت تعملها وانت قافل البروجكت، يعني وانت قافل البروجكت يعني افتح البروجكت هو كده كده هيفتح لك مقفول، مش هيفتح لك على باور اون باور أو باور اوف باور اون. فانت وهو مقفول تمام تروح على فايل تعمل امبورت اكسبورت ديفايس كونفيج، هتلاقي الملف. انا دايما كل لاب هعمله هتلاقي كده ملف الايه الكونفيجز معايا هنا، فكل اللي انت عليك هتحدد بس على الفولدر ده، وانا وريتك ازاي انا بسيبه من عندي تمام كده. طيب عايزين نقفل البروجكت، هعمل ايه؟ هعمل ستوب كده وهعمل سيف وهعمل كلوز، وهو بيعمل كلوز طبعا بيقفل الجي ان اس 3 في ام بيقفله معاه. تمام. طيب انا يعتبر خلصت باذن الله تعالى المحاضره الجايه باذن الله هنتكلم عن جي ان اس سي 1.4.0 ترابل شوت، هنتكلم بعض المشاكل اللي بتظهر في الجي ان اس 3 وازاي نعالجها. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.